زي ما احنا عارفين ان دايما مصر بتكون سباقة، وهو ده اللي حصل بالفعل في فنادق الغردقة اللي قامت بالاحتفال بأعياد الكريسماس لطائفة الأرثوذكس تحديدا بمشاركة السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية، وتزينت الفنادق بمجسمات بابا نويل، واللي قام بتوزيع الهدايا على السائحين والأطفال والصغار وسط فرحة عارمة وتبادل التهاني من المتواجدين في هذه الفنادق في الغردقة في لفتة إنسانية من القائمين على هذه الفنادق. تعالوا نتابع هذا التقرير. النهارده طبعا يوم مميز، عندنا يوم احتفال بأعياد الكريسماس، والحمد لله عاملين حاجة مختلفة عن كل سنة. بنعمل خيمة كبيرة لكل الجيست، طبعا انواع البوفيهات مختلفة وحاجة جميلة، حاجة كل الناس بتستناها من سنة لسنة، وعاملين فقرات ترفيهية مختلفة. بنبدأ البوفيهات بتاعتنا من الساعة 7، والاحتفال بيفضل مستمر لحد الساعة 12 بفقرات ترفيهية مختلفة، في جوائز بتتوزع، وطبعا بتبقى مناسبة جميلة وكل الناس تبقى بتستناها من السنة للسنة، والفن كلها مستعدة والأمور إن شاء الله ماشية على أحسن حال. يعني في جميع أنواع الأكلات من المطبخ الإيطالي، المطبخ المنغولي، الشرقي، الغربي، كل حاجة موجودة. وطبعا أنت عارف ده بتبقى احتفالية، كل الشيفات عموما بيخزن مجهود السنة كله عشان يطلعه النهاردة، وبيعمل شغله حاجة بالنسبة له يعني ما بتتعملش كل يوم، فحاجة مختلفة يعني، حاجة 7 ستار زي ما بيقولوا يعني. My name is Anthony McClelland. I'm actually from Ireland. My wife is called Marion McClelland and she's from England. My name is Marion McClelland and I'm from England. And what does the people call you in here? And my name in everywhere in Egypt is Mushkela. Very famous Mushkela. But no problem. اسمه مستر توني ومدام ماريون، بس هي هنا كذا مرة في الأوتيل 30 مرة تقريبا، وبتحب مصر جدا ومسميها نفسها مشكلة، كل الناس بتقولها مشكلة مدام مشكلة. What do you think today about today, you know, for the Christmas? Beautiful. This is absolutely spectacular. You know, we've never seen anything like this before. The actual preparation that goes into this is extremely professional and takes a lot of work. I mean, the amount of people that are here and what they're catering for and entertaining is absolutely outstanding. It is commendable. And I've never seen anything like this before in all my life. This is fantastic. مستر توني بيقول ان هو ما عمروش شاف حاجه اتبذل فيها المجهود اللي مبذول في الـ في الـ في الـ في الايفنت بتاعنا النهارده، وان الناس اللي اشتغلت في التنت في الخيمه او عملوا البريبريشن جهزوا الحاجه دي اشتغلوا باحترافيه، كلهم محترفين جدا، والمجهود اللي بذلوه يعني غير طبيعي، عمره في حياته ما شاف ناس بتشتغل بجد كده ولا كانت بتحاول، لان هو من اول هو موجود بقى له اسبوعين، فشاف تقريبا الموضوع بتبني وخد وقت قد ايه وتحضر في قد ايه. يقول ان هو ما شافش، والناس هنا دايما بتحاول تساعدهم وانترتيننج اللي هم عارف انت بيرفعوا عنهم، والاجازه جميله جدا. Hi, my name's Alan and I'm from England. I'm Debbie and I'm from England. I'm Jerry and I'm from England. They're all from England, كلهم من انجلترا. And they're asking, what do you guys think of the party tonight, of the Christmas Eve and the preparation and the whole event? I think it's wonderful, it's such an event. There's a real sense of pizzazz and spangle, and the staff are so wonderful and friendly. It's really good. We're having a great time. And I agree. ألين هو شايف ان الموضوع جميل جدا والاتموسفير عالي جدا والستاف كويسين جدا وكلهم هيلفول، وهي قالت وانا موافقه على اللي هو قاله، يعني هي بتتفق معاه. You know it's good because we're repeat offenders. So if we come here again, we're here for a reason because we like to all dress up to prove to everybody that we love them just as much as they love us. هو بيقول ان هو انتوا عارفين من قبل ما تسالونا ان المكان هنا جميل جدا، ولا ما كانوش هيرجعوا سنه بعد سنه، بيحبوا مصر جدا، وان الناس بتحبهم جدا، وهم كمان بيحبوا الاستاف اكتر من الاستاف بيحبهم، عشان كده هم بيرجعوا سنه بعد سنه بصراحه.